أكد أمين اتحاد طلاب مدارس الجمهورية أمير رشاد أن ربط قضية التعليم بالتدريب هو أمر هام من أجل توفير فرص العمل للخريجين. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش إحدى الجلسات النقاشية في الحوار الوطني. لا شك أن أي حاجة بتتم الفترة دي هي بتكون في صالح الطالب، أو إحنا بمعنى أصح بنستغل أكتر اللي إحنا نقول إحنا محتاجين إيه، أو إيه الحاجات اللي إحنا محتاجينها. يمكن كنا احتاجنا وطالبنا مثلا بإضافة مادة القومية العربية، ودي قلنا ان هي بتساعدنا على تعزيز الولاء والانتماء. طالبنا باضافه درجات للانشطه الطلابيه اللي بنشارك فيها واللي احنا بنتواجد من خلالها، اكيد كل دوت هيشكل عندي اللي انا هعمل اتزان ما بين الترفيه وما بين الدراسه. فطالما عمل اتزان ما بين الترفيه وما بين الدراسه، عمري في يوم ما هاجي اقول ان انا بكره تعليم او ان انا رافض المنظومه التعليميه او ان انا بنتقد المنظومه التعليميه. الحوار الوطني النهارده كمان بيساعدنا اللي احنا بنساعد او بنكون لينا راي في تشكيل قرار وزاري جديد مقترح من رئاسه الوزراء جاي اللي احنا المجلس الاعلى الوطني للتدريب والتعليم. اكيد ده بيفيدنا جدا وبيساعدنا اللي احنا نقدر نقول راينا او نقول ان يكون موجود داخل التربيه والتعليم او داخل القرار الوزاري الجديد، يكون هناك ممثل للطلاب من المدارس وممثل للطلاب من الجامعات، بحيث ان هو ينقل الصوره الشبابيه او الصوره الطلابيه اللي بتكون بتدور في ذهن الطالب اكتر، لان اكتر احتكاك بالطالب هو الطالب، وهو اللي بيبدا يبقى عارف هو محتاج ايه وبنفهم بعض اكتر. فانا بنقل صوره بتكون موجوده داخل مدارس وداخل جامعات بنمر بيها او بنشتكي منها، او بيبقى صوت الطالب محتاج ان انا اتكلم فيها او اتكلم عنها حاجات كتيره جدا ببدا اقولها بحيث انها تشكل فيه. يمكن حاليا بيتم التشكيل مثلا او بيتم المناقشه في التشكيل الوزاري الموجود او التشكيل المفترض للمجلس الاعلى اللي من ضمنه 12 وزير وعدد كبير من الخبراء في التعليم وفي غير التعليم وفي الاستثمار علشان يتم ربط احتياجات سوق العمل بمخرجات التعليم.